مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس ومواكبة لكافة الأحداث الاقتصادية وكافة التطورات اللي بتطرأ على المجتمع والتحديات اللي دايما بنجد القرارات الخاصة بمواجهتها من قبل الدولة المصرية. الحقيقة التنمية الشاملة اللي بنسعى إليها في كل المجالات بتتطلب دائما مواكبة كل ما هو جديد ومواكبة التطورات اللي بتمر بالعالم كله. من أكثر التحديات اللي بتواجه العالم كله في الفترات الحالية واللي بيستعد ليها العالم كله هو التغيرات المناخية، وأعتقد أن في سبيل ذلك كلنا بنتابع بالتأكيد كافة المؤتمرات العلمية. مصر بتستعد في شهر نوفمبر القادم بإذن الله لاستقبال المشاركين في مؤتمر مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية COP27 بشرم الشيخ. ومش بس كده، لكن كمان هناك مواكبة لكافة التطورات الخاصة بالبيئة وأثرها على حياة المواطن والمتغيرات اللي بيسعى البحث العلمي دائما لمعرفتها لمواجهة هذه التحديات. كمان واحنا بنقول ان في تغيرات في المناخ العالمي، بالفعل كان هناك العديد من المؤتمرات الخاصة بهذا الموضوع، خاصة في ظل يعني المؤسسات العلمية والجامعات المصرية، تحديدا جامعة عين شمس أقامت مؤتمر خاص بالتغيرات المناخية، وده كان في ظل الاحتفال بيوم البيئة العالمي. كان هناك العديد من الأبحاث المتعلقة بالبيئة، التحديات اللي بتواجهها، كيفية التوصل إلى حلول للحفاظ على البيئة، لأنها أصبحت من الضروريات والأساسيات اللي بيسعى إليها العالم كله. إيه أهم الأبحاث اللي كانت موجودة في هذا المؤتمر؟ إزاي بيتم النهاردة الاستفادة من هذه الأبحاث ولا تكون مجرد توصيات علمية ولكن حلول عملية على أرض الواقع؟ الحقيقة تساؤلات كثيرة جدا هنتعرف عليها مع حضراتكم النهاردة من خلال لقائنا وحلقتنا، واللي هتشرفنا فيها الأستاذ الدكتورة نهى سمير عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس للتعرف على المؤتمر وأهم الأبحاث العلمية التي شاركت فيه. ولكن قبل اللقاء كما تعودنا معكم دائما نتوقف مع هذا التقرير، نعود بعده مباشرة. الدولة اهتماما كبيرا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص، بما يتفق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية في مكافحة التغيرات المناخية. كما تستهدف الدولة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% في الموازنة المالية الجديدة وإلى 50% في العام المالي 2024-2025 من أجل تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي. من الجدير بالذكر أن الدولة تحرص على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية ما بين سندات دولارية وخضراء، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية بما يسهم في خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما قلت بالفعل الحفاظ على البيئة ليست رفاهية ولكن هو شيء أساسي للعالم كله لما له من تأثير على الشعوب في كافة الدول وفي كافة الأماكن. وأعتقد النهاردة الدولة المصرية وهي تقوم بخطوات جادة نحو التنمية المستدامة في شتى المجالات بتضع نصب أعينها بالفعل مراعاة كل القواعد والظروف البيئية اللي تحافظ على التطور الخاص بالتحديات دي وازاي ان احنا نقدر نواجهها. العالم كله بيحتفل بيوم البيئه العالمي، ومن اجل ذلك اقامت بالفعل جامعه عين شمس اسبوع للاحتفال بيوم البيئه العالمي، وتناول العديد من الموضوعات خاصه في ظل الاقتصاد الاخضر والبيئه الخضراء النظيفه، ازاي ده بنقدر ان احنا نتوصل كمان الى ابحاث علميه قادره على مواكبه كل هذا التطور. خلونا في البدايه نرحب بضيفتنا اللي مشرفانا النهارده، برحب بالاستاذه دكتورة نهى سمير عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. منورانا. يعني الحقيقة أصبح مفهوم الحفاظ على البيئة مش مجرد يعني واجب ولكن هو ضرورة للحفاظ على الحياة بشكل عام. خليني أقول الأول أسبوع الحفاظ على البيئة أو يوم البيئة العالمي، ليه تم اختيار يوم البيئة العالمي في هذا التوقيت ودلالته؟ اختيار يوم البيئة العالمي بدأ من فترة طويلة،
وشعارنا السنة دي كلنا أرض واحدة، كلنا نحافظ علينا، كلنا نعيش على أرض واحدة. تمام. وبالتالي إحنا بدأنا في كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، كان عجبنا فكرة إزاي إحنا ندمج كل كليات الجامعة في هذا اليوم في احتفالية جامعة عين شمس بهذا اليوم البيئة العالمي. ابتدينا به مع كلية الزراعة، مع كلية الهندسة، مع العلوم، مع الأراضي الكحلة، مع التربية، مع البنات، تقريبا معظم كليات الجامعة اشتركت معنا ككلية متخصصة. احنا في كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية أول كلية متخصصة في الشرق الأوسط بقالنا 40 سنة منشأة، بتعتمد بس على الدراسات الخاصة بالبيئة في المجالات المختلفة. طب جميل، يعني هنا لما بقول الحفاظ على البيئة بيتدخل في كل المجالات، وأعتقد أن ده يعني واجب أن احنا حتى نعرف عليه أبنائنا مش بس في الجامعة لكن من البداية في مرحلة الطفولة والشباب للحفاظ على البيئة، لأن السلوكيات دي كلها سلوكيات مهمة جدا. ولكن خليني أتوقف مع حضرتك مع أهم الأنشطة البحثية اللي بتقوموا بيها وأهم المجالات اللي نقدر نعتبرها تحديات وبننتظر الحلول العلمية الخاصة بيها. احنا طبعا كلنا بنتكلم على ظاهرة التغير المناخي. تمام. والتحديات الخاصة بها سواء كانت أكتر تأثيرا على الدول النامية، احنا عارفين ان مصر بتساهم بنسبة قليلة جدا في الانبعاثات الكربونية حوالي 6%، احنا من الدول المتأثرة وليست المؤثرة في ظاهرة التغير المناخي. معظم التأثيرات جاية من الدول المتقدمة من النشاط الصناعي في هذه الدول، وبالتالي احنا لازم احنا دلوقتي نشتغل على التكيف مع الانبعاثات وتاثيرات التغيرات المناخيه مع تخفيف برضو من هذه الاثار. فاحنا بالظبط احنا في الكليه فكرنا ازاي احنا ندمجها، كان اسبوع كامل خاص بالتغيرات المناخيه، عرفنا بيها التغيرات المناخيه وتاثيراتها من جميع الجهات، سواء كان تاثير على القطاع الزراعي وتاثير على قطاع الموارد المائيه، تاثير على القطاع الصناعي. ابتدينا احنا في اول يوم اتكلمنا على حتى الصحه النفسيه للانسان وازاي هو متاثر بتاثير التغير المناخي وارتفاع درجات الحراره، كان في محاضره جميله قوي عن كده. كل الجوانب الصحيه، ناقلات الامراض وازاي هي انتشرت نتيجه الاختلاف في درجات الحراره، اتكلمنا على حاجات كتير قوي، مواضيع كتيره خاصه بهذه الظاهره وتاثيراتها المختلفه، وتبنينا وطلعنا عليها مشاريع وابحاث يمكن نتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله. يعني احكي اقولها لك بالتفصيل. هل الابحاث دي يعني زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي التغير المناخي هو مرتبط بكل حاجه، مرتبط بالطاقه، مرتبط بالصناعه، مرتبط بالزراعه، مرتبط بجافه جوانب التنميه المستدامه، هل تم التركيز على قطاعات بعينها ولا على كافه القطاعات المرتبطه بالتغير المناخي؟ لان انا كده بركز على كل حاجه متعلقه بحياه المواطن. والله هي يعني احنا بالنسبه يعني برنامجنا النهارده على الاقتصاد، هو الاقتصاد الدوار هو الحل. تمام. الاقتصاد الدائري بنسميه اقتصاد دوار او اقتصاد اخضر، يعني الاقتصاد الاخضر يعني مفهومه الدارج. بالظبط بالظبط. هي عامه هو ده هو ده هو الحل الاساسي في مصر، سواء كانت من تقليل المخلفات الناتجه للمحافظه على الموارد، ولازم يدمج. طلعنا مشروع كان معانا خبراء من اسبانيا من جامعه غرناطه، وادونا تجربه اسبانيا في مجال الاقتصاد الدوار وينقلوها ازاي الى مصر، بحيث نعمل مشروع بحثي معاهم ازاي ندمج الاقتصاد الدوار في كل قطاعات الدوله. خلينا اقول ان مفهوم الاقتصاد الاخضر او الاقتصاد الدوار زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي اصبح متواجد بشكل اساسي، يمكن قبل كده كان قطاع من قطاعات الاقتصاد الشامل، ولكن النهارده انا عشان اقول اقتصاد اي دوله لابد ان هي تسير في نطاق الاقتصاد الاخضر. واحنا بقالنا كتير قوي بنتكلم على عمليه اعاده التدوير مره ثانيه والاستفاده ولكن ايه هو الجديد اللي بيتم مناقشته؟ ايه هو الجديد اللي بيتم طرحه من افكار ومن محاور في هذا النطاق؟ والله احنا فكرنا نعمل هاب للمخلفات اللي موجوده في مصر كلها، ويست يعني هنعمل يعني تقريبا حصر لكل المخلفات الموجوده ناتجه من المصانع المختلفه، وازاي كل المصانع ممكن ان تستفيد منها، ودي موجوده في العالم كله في قطاعات صناعه معينه في قطاعات صناعيه، لان مخلفات صناعه ممكن تدخل كمنتج او كبرودكت في مصانع اخرى، وبالتالي رو ماتيريال بالظبط كده، فده موجود في العالم كله. فدينا نشوف ده مشروع ناتج برضو من توصيات المؤتمر، وان شاء الله نبتدي فيه فورا مع اتحاد الصناعات المصريه، عملنا بروتوكول وشوف ايه الصناعات اللي موجوده تبع اتحاد الصناعات وايه المنتجات الخاصه بيها مخلفات، وازاي كمان احنا نقلل المخلف من المنبع اساسا. خلينا اقول دكتور يعني معلش الموضوع ده احنا من سنوات بنتكلم فيه. النهاردة أن الأوان وأصبحت الفكر الخاص بإدارة الدولة مختلف تماما، ما بقتش مجرد توصيات مركونة على الأرفف للترقية أو للحصول على درجة علمية، ولكن أصبحت مرتبطة بتحديات المجتمع وأصبحت مرتبطة أن أنا أطبقها وقابلة للتطبيق بشكل عملي. أنتوا بتلمسوا ده إزاي؟ هل من خلال زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في بروتوكول معين هيتم توقيعه او هيتم القيام به مع اتحاد الصناعات، هل هناك جهات يعني مسؤوله عن
تنفيذ هذه الأبحاث بطريقة عملية وكيفية كمان الوصول إلى تقييمها ومدى الاستفادة منها بيكون إزاي؟ بالضبط، إحنا أول حاجة دخلنا أي طالب عندنا إحنا دراسات عليا يسجل رسالة ماجستير أو دكتوراه لازم تكون تخدم هدف من أهداف التنمية المستدامة وتخدم رؤية مصر 2030، وبالتالي يكون معهم كمان شريك صناعي في الرساله. احنا ما بنعملش رسائل عشان تتحط على الرف او في المكتبه بالزبط. احنا كليه تطبيقيه، وزي احنا بنحاول نحل مشاكل الدوله كلها. احنا خاطبنا الوزارات وعرفنا مشاكل البيئيه اللي بيعانوا منها، وبالتالي احنا يعني وجهنا الطلاب عندنا في الدراسات العليا في الاقسام المختلفه ازاي هو يعمل دراسته سواء كانت دبلومه او ماجستير او دكتوراه لحل هذه المشكله. ومعانا شريك صناعي من الوزاره او شريك من الوزاره نفسها بيمدوا البيانات، وبالتالي بنطلع بتصور عملي فعلا وتطبيقي ازاي احنا بنحل المشكله دي للدوله. وده دورنا كجهه في زراعه اكاديمي للدوله، احنا نحل المشاكل. احنا بنعمل البحث العلمي هو غرض منه في الاخر حل المشاكل الموجوده في الدوله بطريقه علميه صحيحه. فده فعلا اتعمل، عملنا نموذج تطبيقي داخل الكليه على وحده التحول الاخضر ازاي احنا بنغير مفهوم ان المخلف ده مش مشكله، ده ثروه ينفع الاستفاده منها، وبالتالي عملنا تحويل وتدوير كل المخلفات. وطلع معانا ده طبعا مثال حي على الاقتصاد الدوار، ازاي انا احول البلاستيك الى فايبر يدخل في الصناعات المختلفه، ازاي انا احافظ على المواد الخام بتاعتي. المخلف ده زي في اي دوله ده له قيمه، وله قيمه جامده جدا في التكلفه بتاعته، واحنا بنعمل ازاي احنا دراسه جدوى ازاي انا اقدر اطلع من اي مخلف برودكت او منتج اقدر استفيد منه. فعندنا الورق مثلا في الجامعه كميه 100 طن في السنه للورق في جامعه عين شمس، ازاي اطلع منه منتجات ورقيه واعاده تدوير الورق، اعاده تدوير المخلفات العضويه، بايو جاز. هل اصبح عندنا يعني وحده خاصه بكده لتطبيق هذه الابحاث او كيفيه الاستفاده منها داخل الجامعه؟ بالظبط، والوزارات كلها دلوقتي يعني عايزه تطبق المفهوم ده. ما جم عندنا زياره للوحده وشافوه، اي حاجه عايزه يعني توصليها بصوره بسيطه لاي شخص بتوري له مثال تطبيقي زي ما احنا قلنا. فده مثال تطبيقي لكل اجراءات التدوير بتاعه المخلفات المختلفه. هل نقدر نقول يعني احنا دايما بقينا النهارده بنشوف المشروعات بيتم افتتاحها، ما بقتش مجرد ان انا بقول انا هعمل، لا انا بالزبط. عملت بالزبط. انا عملت ايه في هذا النطاق؟ هل انا بالفعل بدات ان كل وزاره يكون عندها دراسه جدوى اقتصاديه خاصه بهذا الموضوع وتطبيقه واليه التطبيق؟ هل انا عملت مع اتحاد الصناعات يعني بروتوكول لرجال الاعمال واصحاب المصانع ان يكون عندهم الوحده البحثيه او المكان اللي هيتم فيه هذا التطبيق؟ مدى يعني السير قدما بقى زي ما بنقول في الخطوات العمليه لهذا الموضوع؟ بالظبط، احنا كمركز شراسه وحوسب ايه داخل الكليه مركز طابع خاص هو جهه او خبره لاتحاد الصناعات، بيساعد المصانع ازاي بيطبق انتاج الانظف داخل المصنع، ازاي بيقلل المخلفات من المنبع، ازاي بيعيد تدوير مخلفات، وانهي صناعه تستفيد من مخلفات الصناعه الاخرى، بحيث في الاخر المبدا ان انا ما بطلعش مخلفات خالص. صحيح. ده انا بالعكس ان انا هكسب وبيجي لي ربح. صحيح. من هذه المخلفات، يعني مش مشكله ما تبقاش عائق عليا ولا انها تبقى تكلفه عليا، بالعكس. ده بالعكس مصدر الدخل في الاخر لمصانع ثانيه، لمصانع اخرى. بالظبط كده. طيب النهارده يعني واحنا بنقول ان اصبحنا بنشتغل في منظومه واحده، مصر بتستعد لاستقبال كوب 27 في شهر نوفمبر القادم باذن الله. هل نقدر نقول ان كليه الدراسات والبحوث البيئيه ليها مش عايزه اقول ورقه بحثيه، ولكن بتستعد للمشاركه في هذا المؤتمر، بتستعد من خلال هذا الاسبوع اللي تم في جامعه عين شمس باستخلاص اهم نتائج معينه شايفه انها بالفعل يجب طرحها ويجب مناقشتها من خلال هذا المؤتمر؟ طبعا احنا شغالين على ثلاث محاور. اول حاجه التعليم، طبعا احنا جهه تعليميه واكاديميه. أكيد. فبندمج كل مبادئ خاصه بالتغير المناخي والتنميه المستدامه داخل المقررات الدراسيه الخاصه بالطلبه اللي عندنا. ثاني حاجه الابحاث، زي ما انا قلت انها بتخدم فعلا مشاكل حقيقيه. عملنا في مشروع بحثي عن زياده منسوب سطح البحر وتاثير اي مناطق في الدلتا اللي هي هتغرق، وبعدين احنا عايزين في كوب نطلع بدراسات وافيه عشان الدول المتقدمه المفروض تدعم مصر بمنح خاصه للتكيف مع المناخ، فلازم نودي لهم دراسات كامله والدول الافريقيه يعني بتدعم مصر والدول الافريقيه. بالظبط كده، احنا مصر حتى بتتبنى دعم الدول الافريقيه في هذا الموضوع. عملنا مبادره خاصه بسفراء المناخ الافارقه عشان نعرف مشاكل الدول الافريقيه وازاي هم بييجوا معانا، حضروا معانا دوره تدريبيه 28 ساعه عن سفير مناخ افريقي، كل واحد منهم من دوله افريقيه شرح مشكله عنده في بلده خاصه بالتغير المناخي، واحنا عايزين يستفيدوا بخبره مصر. وعندنا دلوقتي فعلا دراسات وافيه جدا، وهم عايزين مصر توصل صوتهم في كوب 27. فاحنا بنحاول ان احنا من ناحيه الوعي المجتمعي وازاي احنا ننشر الوعي من غير يعني مبادره سفراء المناخ، من خلالها ازاي احنا نوصل الابحاث والدراسات العلميه، وازاي احنا ندخل في المقررات الدراسيه كمان والتعليميه، ونعمل دعم للوزارات المختلفه
مختلفه في التحول الاخضر، يبقى ازاي المبنى بتاعهم مبنى صديق للبيئه، نقلل الانبعاثات الكربونيه خاصه بالمبنى من ترشيد استهلاك الطاقه وترشيد استهلاك الميه، المخلفات الناتجه نقدر نعيد تدويرها، يعني منظومه متكامله داخل كل، وفعلا عندنا بروتوكولات في المصانع والوزارات المختلفه. يعني نتمنى انها تكون بالفعل موجودة داخل كل مؤسسة زي ان هي تستفيد من اعادة التدوير الخاص بها علشان تكون مصدر من المصادر بالنسبة للتكلفة او انها تقلل التكلفة في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت كمان نوع من الحفاظ على البيئة المهم طبعا جدا في هذا التوقيت. الى جانب ذلك ايه نوعية الابحاث برضو اللي شاركت، سواء زي حضرتك تفضلتي وقلتي في مجال الزراعة في مجال الصناعة وغيره، ايه المشاركات اللي تمت في هذا الاسبوع؟ كان في برضو مشاركه على التاثير على المراه، لان عارفه المراه اكتر اللي هي متاثره جدا بتغير التغير المناخي، سواء كانت من هجره مثلا في القرى وفي هجره الفلاحين من الارضات الزراعيه، وتبقى المراه هي المسؤوله عن الدخل للاسره كلها نتيجه برضو التغير المناخي، التغير المناخي اثر على الزراعه، اثر على المحاصيل الموجوده، وبالتالي المراه بتبقى هي مسؤوله في الاخر. فاحنا عرفنا كان في بحث حلو جدا عن تاثير التغيرات المناخيه على المراه وازاي هي بتقدر تواجه هذه التاثيرات، فكان كويس جدا في داخل المؤتمر. كان في ابحاث اخرى من ناحيه المحميات الطبيعيه والتنوع البيولوجي، وازاي انا في كائنات هتتغير نتيجه وجود زياده درجات الحراره، ومش وهيحصل يعني اندثار لهذه الكائنات المختلفه في فراشات معينه، كائنات يعني دقيقه جدا هتتغير جدا وتوزيعها داخل جمهوريه مصر العربيه نتيجه التاثر بالتغيرات المناخيه ودرجات الحراره. يعني في برضه تداخل مياه البحر وارتفاع منسوب سطح البحر، وايه المناطق اللي في دلتا اللي هتبتدي ان هي تغرق، ايه تاثير الملوحه على المياه الجوفيه. احنا بصراحه كان في يعني كان ساري، كان اسبوع ساري وعملنا كمان في الاخر الاجنده الوطنيه للتغير المناخي الخاصه بمجالس النواب ومجلس الشيوخ، وازاي هما التشريعات القانونيه اللي عايزين ندخلها داخل التشريعات. هل تم تكوين مش عايزه اقول يعني مسوده مثلا لهذا الموضوع بحيث ان هي يتم عرضها على اللجان المختصه بمجلس النواب او بمجلس الشيوخ؟ بالظبط، احنا دونا وكنا كان في ريكومنديشن وتوصيه بالضرائب الكربونيه، يعني المصنع اللي هو ينتج غازات دفيئه يبقى عليه ضريبه كربونيه ينسب، عشان دي بتؤثر جدا على الدوله كلها مش عليه. زمان كانت بتدخل في نطاق المسؤوليه الاجتماعيه لهذه يعني المؤسسات او الصناعات او النهارده ما بقتش بس مجرد مسؤوليه اجتماعيه، يعني بيترك حريه الراي فيها، ولكن اصبحت التزام على هذه الجهه بشكل او باخر. من المفترض ان شاء الله يتم رفع هذه المسوده او التوصيات بالضبط، التشريع خاص بيها في القانون بالضريبه الكربونيه المفروضه على كل مصنع اللي هو متجاوز الحدود الخاصه بمؤسسه الكربون الخاصه بيه. برضه دادينا ان يكون في بصمه كربونيه للفرد، وان هو يقدر ان هو يحسبها عن طريق، عملنا ابلكيشن عندنا على الموبايل، كل فرد يقدر يحسب هو بصمته الكربونيه قد ايه ويساهم قد ايه، لان ثلث البصمه الكربونيه في الدوله جايه من الافراد نفسهم. طريقه الاستهلاك والشراء والمنتجات البلاستيكيه وتاثير البلاستيك طبعا زي ما احنا عارفين كله طبعًا. مواد مسرطنه ومجال الصحه كمان، يعني من اهم كمان المجالات اللي بتتاثر بالتغير المناخي هو صحه الانسان، لان بتنعكس عليه. احنا شايفين حتى التغيرات في درجه الحراره اللي احنا بنعيشها قد ايه بتاثر على كل واحد فينا. احنا عملنا بحث في مجال الصحه النفسيه، الصحه النفسيه كمان او الاستراتيجيه وعلى جنب مش مجرد الامراض العضويه، ولكن الصحه النفسيه الانسان طبعا بتاثر. هو احنا كلنا نفسيتنا من الجو ده مش مظبطه. فهي كمان الاستراتيجيه الوطنيه طالعه اول هدف فيها ايه؟ المحافظه على جوده الحياه للمواطن، يعني حاجة. الاساس هو الاساس، احنا بنعمل كل ده ليه؟ عشان نحافظ على جوده حياه المواطن المصري او المواطن عامه. فدي اول اهداف استراتيجيه مصر الشهر اللي فات اللي نتجت بتاعت 2050. محتاجه روشته دي يا دكتور ازاي؟ وكنا لازلنا برضه في ندوه كانت جميله عن جوده الحياه، ان نعمل وزاره للسعاده زي الدول العربيه اللي فيها، كان في وزارات كتير في هناك، في كتير في دبي وفي الامارات وفي كذا دوله، ان هو في فاحنا كنا قلنا جوده الحياه بتيجي من وتغير مناخي مؤثر جدا على الحقيقة دي من حاجات. فاحنا يعني تطرقنا الى 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 ابحاث عديده يعني في هذا المجال، يعني الحقيقه مجهود واضح جدا. احب كمان بقى اشوف مشاركه الشباب، يعني انا لما بتكلم عن الجامعه مش بس مؤسسه علميه وبحثيه، لكن هي تاهيل
للشباب فترة مهمة جدا في حياتنا كلنا، كانت فترة الجامعة، وبالنسبة للشباب كمان اللي بينتقل لحياة عملية أصبح النهاردة كمان مشاركة الجامعة في تكوين شخصية الشباب زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي مجال الصحة النفسية. أنا هنا بأهل الشاب أو الشابة الفتاة أو الولد إن هو إزاي يواجه المجتمع بكل تحدياته وبكل ده ويكون عنده نوع من الثبات النفسي، وإزاي يكون عنده وعي ومعرفة بكافة التحديات ومنها التغيرات المناخية. دوركم حضراتكم في هذا الموضوع، هل ده برضو بيندرج في يعني كل الأبحاث اللي شاركت، ولا ده كان من خلال المشاركة العملية لكافة الكليات، كل كلية منوط ليها هذا الموضوع؟ لا، احنا عملنا عندنا دورة صفراء مناخ المصريين، بقى بيجوا معانا الشباب يلتحقوا بيها وبيتعلموا كل حاجات خاصة بالتنمية المستدامة وبالتغير المناخي. بيجوا عندنا كده كام بوكس عاملينه يحط فيه مخلفاته، يعني مثلا مكنة عملناها اخترعناها يتحط زي موجودة في بره، بس احنا اخترعناها بصناعة محلية، يحط فيها مثلا البلاستيك، ازازة البلاستيك المية دي يحطها فيها، كان اللي هو فيديا الفاضية يحطها فيها، يجي له شحن على الموبايل. فهو نفس الطالب بقى يجي يسأل ايه دي، شايفين عاملين عندنا وحدة بتاعت طاقة شمسية وبيشحن الموبايل منها، وحدة بتاعت طاقة رياح، هو دلوقتي عارف الممارسات دي وبيشوفها بعينه فاقتنع وقال بيسأل وعنده شغف للمعلومة، واحنا بنساعده رفع الوعي الخاص بيه عشان يقدر ان هو يبقى فعلا متواكب مع كل الحاجات الحديثة الخاصة بالتنمية المستدامة. الحقيقة كمان الشباب يعني شباب بيدعوا للفخر، يعني انا لسه كنت بقرأ عن مجموعة من الشباب مشروع التخرج بتاعهم ازاي ان انا احول من الطاقة الشمسية لإنارة العواميد الكهرباء والحاجات دي. يعني قد كده الشباب عنده وعي وعنده إدراك، خاصة إنه مطلع بشكل كبير جدا على التكنولوجي الحديث. النهاردة الشاب غير قبل كده، عنده القدرة على إن هو يستوعب أكتر، عنده قدرة إن هو يتعرف على أحدث الأبحاث من خلال التكنولوجيا الحديثة طبعا. هل حضراتكم برضو يعني بيتم تبني هذه الأفكار؟ هل بيتم طرحها ومناقشتها، وده بيتم إزاي؟ عندنا بحث كان مقدمينه في كلية الهندسة شباب كسبوا المسابقة، يعني المركز الأول في المسابقة خاصة بإعادة استخدام مياه رمادية. يعني أنا في البيت عندي ثلاثة أنواع مياه. من المياه، مية عندي مياه اللي هي النظيفة اللي بتبقى معالجة اللي هي معالجة متقدمة اللي هي مية الحنفية والطهي بالظبط وغسيل الإيدين، وفي مياه في ماسورة خاصة بالمياه السوداء اللي بتروح الصرف الصحي، في المفروض يكون في ماسورة ثانية مختلفة مياه رمادية يعني هي ناتجة عن غسيل الأطباق وغسيل الإيدين أو الوضوء أو الاستحمام. دي المفروض كمية مياه كبيرة جدا ويحصل فيها فقد وهدر، يعني هي نفسها أنا بوديها على الصرف الصحي، ودي ميه لو بتنقيه بسيطه. فهم اخترعوا جهاز فلتر كده ينقي الميه دي ويعاد استخدامها تاني في السيفونات داخل البيت، ويعاد استخدامها في ري الحدائق حوالين المكان، فده وفر كميه كبيره دي. 80% من الميه اللي موجوده في البيت تم توفيرها، يعني قد كده بجهود الشباب. ايوه عملوا وبتشتغل كمان، الجهاز ده بيشتغل بطاقه شمسيه. هنا بقى خلينا اقول ان الشباب بيعمل اللي عليه اهو، وبيفكر وبيبتكر وبيعمل مشروع هايل جدا. ازاي نتبنى ده بقى وازاي احوله الواقع وهم حتى يشعروا بثمره الجهد اللي بيقوموا بيه؟ احنا بقى يعني خدنا مشروعهم وان شاء الله هنطبقه داخل جامعه عين شمس. يعني عندنا دكتور محمود المتيني رئيس الجامعه متبني جدا ان احنا نبقى جامعه خضراء وجامعه صديقه للبيئه. حلو جدا. في كل الممارسات الخاصه بالجامعه، يعني احنا حولنا الحرم واحد ده كله ما فيهوش خالص عربيات، كلها جولف كارز بالكهرباء ومساحات خضراء جميله جدا. فهو بيتبني احنا عايزين نعمل زياره لجامعه عين شمس. اتفضلوا. كل عواميد الاناره بالطاقه الشمسيه. فقلنا هنطبق الفكره بتاعتهم على عاده استخدام الميه اللي موجوده في الكليات كلها لري الحدائق اللي موجوده. جميل في جدا جدا. واللي هيتبنى تصنيع هذه هو الانتاج الحربي وهيئه عربيه للتصنيع على صناعه بقى، يعني ماس برودكشن. هم عملوا بروتوتايب صغير، هنبتدي نصنع الماكينه اللي هم اخترعوها ونطبقها داخل الجامعه الاول. هو ده اللي مطلوب، ان انا يعني اولا بشجع الشباب جدا ان هو بيشوف المشروع بتاعه بيكون موجود وقد ايه له فايده، ومش بس في الجامعه، يعني الجامعه دي مرحله، لكن بعد كده تخرج لبره، تخرج مع رجال الاعمال، مع رجال الصناعه، مع المجتمع المصري ككل. بالزبط. اعتقد لو قدرنا ان احنا نستثمر هذه العقول اللي قادره على الابتكار وقادره على الوعي، اعتقد ان احنا ما عندناش احسن من العقول المصريه، يعني ان احنا كمان بنوفر فرص عمل. يعني أكيد. اداره المخلفات احنا عندنا كمان عندنا وحده هيدروبونيك واكوابونيك، دي بتتكلف لو هي المرأة المعيلة في البيت احنا طبقناها على ذوي الاحتياجات الخاصة، سمو البكم، بنات ذوي احتياجات خاصة جم اتدربوا معانا وابتدوا هم يشتغلوا، يعني اشتركوا في معرض الزهور وباعوا منتجاتهم وجالهم دخل.
فده ان شاء الله فدي يعني ده كمان يكون من المشروعات المهمه جدا بالنسبه للشباب. مطلوب ان احنا نشتغل، مطلوب ان احنا نشجع الشباب، مطلوب ان احنا نستفيد من قدراتهم الخاصه. والحقيقه يعني انا شايفه ان الشباب النهارده مع كل الظروف المحيطه فعلا عنده الفرصه ان هو يثبت ذاته، عنده الفرصه ان هو يتواجد، بس محتاجين نشتغل. وده سمه العالم كله النهارده، العالم كله منفتح على بعضه، مش هنقدر ان احنا نتقدم من غير ما نواكب هذا التطور ونستثمره على ارض الواقع. انا بشكر حضراتكم جدا على هذا الجهد وعلى الدعم اللي بيتم توجيهه للشباب، وبننتظر دايما الافضل والافضل سواء من جامعه عين شمس او من كل الجامعات المصريه. بشكرك شكرا جزيلا استاذه الدكتوره نهى سمير، عميد كليه الدراسات والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس، نورتين. شكرا. بشكر كل اللي تابعونا، دي كانت حلقتنا مع حضراتكم، ويتجدد دائما اللقاء مع الاقتصاد والناس. بشكركم والى اللقاء.